كلف الرئيس الأمريكي باراك أوباما نائبه جو بايدن الإشراف على جهود المصالحة السياسية في العراق. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن أوباما طلب من بايدن العمل على أن يتخطى العراقيون خلافاتهم السياسية وأن يتوصلوا إلى مصالحة ما زالت تنتظر منذ وقت طويل. أضاف أن بايدن سيتعاون من أجل ذلك مع سفير الولايات المتحدة في بغداد كريستوفر هيل وقائد القوات الأمريكية الجنرال راي أوديرنو.